اهلين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم. جبت لكم فيديو جديد يا اساطير، فيديو جديد يا احبائي الكرام. مثل ما انتم شايفين راح نحاول نحصل على هذا السكين زائد السنايبر احبائي الكرام. اوكي، طبعا شباب، بالنسبه للسكار تايتن انا عندي اياه من قبل، ما راح اجيبه ولا راح اجيب غير هالسكارات، يعني بالنسبه لي يعني ما راح ينفعوني بشيء وعلى الفاضي. اوكي، من زمان كان عندي سكار تايتن. مبروك لكل الناس اللي وصلوا من سكار تايتن، مبروك عليكم احبائي اللي حصلوا عليه. اوكي، وراح نحاول نجيب السنايبر هذا الجميل قوي يا احبائي. وفقط بالنسبه للناس عم تسالني على الانستغرام احبائي، الانستغرام هذا هو، لانه في ناس عم تعمل انستغرام مش يعني باسمي. اوكي، anyway، هذا هو الانستغرام. شباب عليكم 135، تروحوا اشتركوا شباب. ان شاء الله راح نعمل مسابقات قريبه شباب، مثل ما عملنا مسابقه على السيف والثلج القديمه، ان شاء الله راح نعمل مسابقه على الثلجات الجاي والمسابقات الجاي وتشحن توبا. اوكي احبائي، بترككم مع المقطع. اوكي، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب احبائي الكرام. وهذا الفيديو شباب، الناس عم تتابعنا على الفيسبوك، نحن دائما بنعمل مسابقات سحبات. بهذا الفيديو راح يكون في مسابقات عليه سحبات من على الفيسبوك، يعني مش كيف نقول، نشرح لكم. انا بعمل سحبات دائما بالنسبه للناس الداخلين جداد، بعمل بس مباشر على الفيسبوك. اوكي، و بطلب من الحلوين انه يحطوا الاي دي هون بهذا الفيديو مثلا، ونعمل سحوبات وحظا جميل للجميع يا احبائي. اوكي، نترككم مع المقطع احبائي. راح اخلي شويه ميوزك في هذا المقطع لانه كنت جايبه من البث المباشر امبارح بالليل. اوكي، وفقط ان شاء الله يعجبكم المقطع. كنت خايف هنا على شكلك. كافو، حلو، شو هالحدث هذا؟ شباب يا معي، بتفهموا هذا شو الحدث هذا؟ لازم بس فقط اقوس يعني. ايه اوكي 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 حبيبي، خلونا نشوف، خلونا نجرب اول لمبه. شو صاروا لي؟ اعطونا نضرب كمان. بوم، اعطونا صناديق. طب كيف بدي اعرف كيف بدي احصل على هذول؟
اوكي اه في طلقات. اوكي خلينا نجرب كمان. حلو 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 حلو. اوه رافائيل شو بيصيرون شباب؟ انا ما فاهم اي شيء، حد يفهمني. confirm me، قول لي. اعطوني اللبسة، لبسة فقط. مو اللبسة كاملة بس الجاكيت. ثواني شوف حبايبي، اعطوني تاك تاك. حلو اوكي، انا هيك حصلت على اللبسة مو هيك؟ على هاي بس الجاكيت. اوكي تبعت بنت هاي. حلو اوه اخذت الجاكيتة. حلو اخذت البنتلون. طب ماشي بقى هيك، خلونا نشوف. زلم والله الحظ تعبان يا اخي، ما بناخذ البتاعه يا زلمه. قول لي هات الشنطه. نايس هات الشنطه، خلينا نضرب كمان. يضرب بسرعه يا اخي. انا يضرب يا اخي، بدي اخرطه يا زلمه، تجيبوا هيد شوتات يا زلمه. قول لي اعطونا الاحذية. يلا عم بالك رصاصة النار. ايه شوف. طب سوار شباب، هلا انا شو حصلت؟ ثواني يا حبايبي، ثواني. خلينا نشوف شباب الاشياء اللي حصلت عليهم. يعني باقي لي الان الشعر والقناع مو هيك؟ ايه دز عند تحت. كويس الحمد لله. عند من لابس في شيء؟ نو. اوكي هذا باقي لي الشعر والقناع مو هيك؟ ايه يعني خلونا نكمل شباب. شباب بعد ما هون راح اهدي لتلات اشخاص كود ايكي دراجون. اوكي اهدي ايكي دراجون بعد ما اخلص هذا الحدث. يلا حبايبي جهزوا حالكم، راح اعمل تيم كود بعد شوي حبايبي. اوكي حلو. جاني الشعر. شعر. يلا بدي بس القناع. يلا القناع. حلو القناع. ما شفت شو طلع لي يا زلمة. قول لي. القناع بعد 3 ضربات حيجي. 4 ضربات عفوا. 2 ضربات. الحين بوم. اجاني السكين كامل يا زلمه. السكين كامل. كافو. بعد 4 ضربات يا زلمه. اوكي يا حبايبي. ثواني. بس لا يا زلمه. اه ايه.
مش خطي دب، لازم اروح افتحه من هون. يا ول شو هذا يا ول؟ شوف ايه اللي اعطوك اللي شيء ناقص. ايوه 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 ثواني شباب. اوكي يلا هيك شوف احداث ثانيه. في احداث ثانيه شباب. بالنسبه لهذا الحدث حباي متجر الهاكر يعني ما يلزمني شيء فيه. اوكي حلوين هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم احبائي الكرام، ونشوفكم بمقطع جديد يا احلى الناس.